وزير الداخلية يبرز جهود الجزائر في مواجهة الأعداد الكبيرة للمهاجرين غير الشرعيين والتدابير المتخذة مع دول المصدر لاحتواء الظاهرة في المؤتمر الدولي للهجرة بمراكش. دور البرلمان في ترقية حقوق الإنسان وحمايتها محور أشغال يوم دراسي بالمجلس الشعبي الوطني هي الذكرى 58 لمظاهرات 11 من ديسمبر. وقفات عند إحدى المحطات الحاسمة في الحركة النضالية والكفاح المسلح ومظاهر للترحم والعرفان. نشرة الخامسة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. بداية هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نظيره البوركينابي فاسوروك مارك كريستيان كابوري في مناسبة احتفال بلاده بالعيد الوطني، مجددا له استعداده للعمل سويا من أجل تدعيم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ومواصلة التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام الثنائي خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين. ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أبرز خلال أشغال مؤتمر الهجرة الخاص بالميثاق العالمي للهجرة بمدينة مراكش بالمغرب بمشاركة ممثلين عن أزيد من 150 دولة عضوا بالأمم المتحدة، أبرز أن الجزائر تبذل جهودا معتبرة لاحتواء الأعداد الكبيرة من المهاجرين بطريقة غير شرعية الذين يتدفقون على إقليمها، وذلك على أسس التسامح والسلم وباتخاذ تدابير مع دول المصدر لإعادة ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. إن الجزائر وإن عرفت سابقا كبلد مصدر وعبور للهجرة، أضحت في السنوات الأخيرة بلدا مستقبلا لأعداد متزايدة من المهاجرين. ووفقا لشيم المجتمع الجزائري وتقاليده، تسامحت بلادنا لسنوات طوال مع ظاهرة الهجرة، وتحملت وحدها عبء تواجد المئات بل الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين على إقليمها، والآن تجد نفسها أمام تحديات تسيير هذه التدفقات الاستثنائية والمتواصلة لما تنعم به بلادنا من أمن واستقرار، وذلك بفضل النظرة المتبصرة لفخامة السيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والتي بنيت على أسس السلم والتسامح التي كرسها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. إن هذا التدفق الكبير والمستمر للمهاجرين نحو الجزائر كانت له تداعيات سلبية على النظام والأمن العموميين، مما دفع بلادنا لأخذ وبكل مسؤولية وبالتعاون مع بلدان المصدر التدابير التي من شأنها احتواء هذه التدفقات والتقليل من حجمها. وفي هذا الإطار من فكت الجزائر وفق توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والذي كلفني شخصيا لتمثيله في هذا اللقاء الهام، هذه التوجيهات الرامية إلى بذل المزيد من الجهود المعتبرة فيما يخص استقبال المهاجرين في أحسن الظروف والتكفل التام بالرعاية الصحية لهم وبترحيل غير الشرعيين منهم بالتوافق مع بلدانهم الأصلية في ظل احترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية. نظم المجلس الشعبي والوطني يوما دراسيا حول دور البرلمان في ترقية حقوق الإنسان وحمايتها بحضور رئيس المجلس معاذ بوشارب، وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، وعدد من الوزراء، والمستشار برئاسة الجمهورية محمد علي بوغازي. في المناسبة أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الجزائر جعلت من ترقية حقوق الإنسان سياسة قائمة على التضامن بين الجزائريين، كما أكد طيب لوح أن تعديل الدستور كرس الحقوق والحريات، وأن الجزائر سيدة في قراراتها فيما يتعلق بهذا الملف.
كما تم في المناسبة تكريم رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة نظير جهوده في ترقية حقوق الإنسان. في الذاكرة التاريخية أحيت الجزائر اليوم الذكرى 58 لمظاهرات 11 من ديسمبر، مظاهرات دحرت مناورات الاستعمار لفض اللحمة بين الشعب وقادة ثورته، ورفعت للجزائريين سقف قضيتهم الوطنية عاليا في المحافل الدولية. الاحتفالات ورسمية احتضنتها ولاية عين تيمشنت، ومنها أكد وزير المجاهدين طيب زيتوني على أهمية هذه الذكرى الخالدة في تاريخ الشعب الجزائري. تفاصيل مع محمد سلمي. من هنا من مقبرة عين تيمشنت تستعيد الأسرة الثورية ذاكرتها الحية عن واحدة من المنعرجات الحاسمة ومصدر إلهام للحركة الوطنية. مدينة بالذات لأن كانت مدينة معروفة بالكولون، عشا اللي كان ضان باش يرفدوه الشعب هذا بالورود، عشا ديقون لا يفهم القضية هذه أبدا، ما سمت عودنه وما شافت عينه من هذا الشعب سيريد الحرية والاستقلال. محاضرات قدمت وشهادات استحضرت ضمن الاحتفالات الرسمية، حيث أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني على أهمية هذه الذكرى الخالدة بتاريخ الشعب الجزائري. وأتشرف هنا في هذا المقام باستحضار مقطع خالد من كلمة عن هذه الملحمة لفخامة الرئيس المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، حيث يقول: لقد عبرت تلك المظاهرات الجماهيرية مرة أخرى عن أهمية الكفاح المسلح وتضافر جهود الشعب والتحام كافة فئاته، فلقنا درسا للاستعمار الغاشم أنذاك، فانكشف وجه الاستعمار الكالح في أوساط المجتمع الدولي شرقه وغربه، ليعلو صوت الجزائر مرة أخرى في المنابر الدولية والهيئات والمؤسسات العالمية. ليكلل هذا اللقاء بتكريم الفاعلين من الأسرة الثورية، وهذا بعد أن تفقد وزير القطاع معرضاً لمختلف الكتب التاريخية، بالإضافة إلى معاينة بعض النشاطات التي تخص الذكرى. هذا وتنوعت التظاهرات عبر كامل أنحاء الوطن تخليداً للذكرى، فالاحتفالات في شرق الوطن كانت فرصة للاستذكار والترحم على أرواح الشهداء الطاهرة، بالإضافة إلى تدشين العديد من المشاريع التنموية. وبغرب البلاد قراءة فاتحة الكتاب على أرواح الشهداء الطاهرة، وكذا عرض بعض الصور لشهداء ثورة التحرير المظفرة. كما استفاد سكان المنطقة من تدشين بعض المشاريع التنموية أيضا. الاحتفالات نفسها شهدتها جل مناطق جنوب الوطن، فبعد وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارية وقراءة فاتحة الكتاب على أرواح الشهداء، أقيمت بعض التظاهرات والنشاطات الثقافية بالإضافة إلى تكريم بعض الشخصيات الثورية. في الذكرى 56 لتأسيس جريدة الشعب، أكد اليوم وزير الاتصال جمال كعوان أن الجزائر حريصة على حماية حرية الإعلام والحق في الوصول إلى المعلومة، وهو ما كرسه الدستور وتوجيهات رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة، منوها بدور الإعلام الوطني ومسؤوليته في الدفاع عن قضايا الوطن ومقومات الهوية الوطنية منذ الاستقلال، وفي مقدمتهم جريدة الشعب. وفي المناسبة أيضا تم عرض فيلم وثائقي حول مسار الجريدة، لتكرم أسماء لامعة من صحفيين وتقنيين وخبراء ساهموا في مواصلة أول جريدة ناطقة باللغة العربية منذ الاستقلال لرسالتها الإعلامية النبيلة. إن الدولة حريصة كل الحرص على ترقية حرية الصحافة ودعم وسائل الإعلام في أداء مهامها، حيث جدد فخامة رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة في رسالته بمناسبة اليوم الوطني للصحافة الذي احتفلنا به منذ أسابيع، تأكيده أن أذكر الجزائر أثبتت حرصها على تطوير إعلام وطني احترافي وحر من خلال عديد من التعديلات التي أدخلت على دستور بلادنا، وهي تعزز حرية الإعلام وحق هذه الوسائل في الوصول إلى المعلومة، وجعل هذه المهنة تحت حماية سلطان القانون
الذي يحمي جميع الحريات ويفرض احترام كل الواجبات. طبقا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي المتعلقة بمواصلة عملية تسمية المباني والمواقع التابعة لوزارة الدفاع الوطني على أسماء شهداء الثورة التحريرية المجيدة، وفي إطار إحياء الذكرى 58 لمظاهرات 11 من ديسمبر 1960، أشرف اليوم اللواء سيدان علي قائد الناحية العسكرية الأولى على مراسم تسمية مقر المؤسسة العسكرية للسمعي البصري باسم المجاهد المرحوم العميد هاشمي حجرس، وذلك بحضور ضباط وإطارات الناحية العسكرية الأولى إلى جانب عائلة المجاهد المرحوم التي تم تكريمها في المناسبة. وفي مناسبة الذكرى 58 لمظاهرات 11 من ديسمبر، أشرف لواء قائد الناحية العسكرية الثالثة مصطفى إسماعيلي على مراسم تسمية القطاع العسكري ببشار على اسم الشهيد العوفي عبد الله، وذلك بحضور أفراد من عائلته التي تم تكريمها عرفانا وتقديرا لنضاله وتضحياته. كما أشرف لواء قائد الناحية العسكرية الثالثة على مراسم تسمية مركز الخدمة الوطنية ببشار على اسم الشهيد حرابي بجمعة بحضور أفراد عائلته الذين تم تكريمهم في المناسبة. في الذكرى الأولى لإطلاق القمر الصناعي الجزائري للاتصالات الكومسات 1، دشنت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون دشنت الجزء الأول المستكمل من مشروع تنمية وتحديث المحطة الفضائية بالأخضرية التي تستفيد للمرة الأولى من عملية التحديث منذ إنشائها سنة 75. كما حضرت الوزيرة عرضا بمركز استغلال أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية لبوشاوي حول كيفية تشغيل هذا المركز بالإضافة إلى مختلف المراحل التي مر بها القمر الصناعي الكومسات 1. وفي المناسبة تم إصدار طابع بريدي مخلد للذكرى السنوية الأولى لإطلاق القمر الصناعي الكومسات 1. وقفنا صبيحة هذا اليوم على مختلف المحطات التي مر بها استغلال هذا القمر الصناعي، حيث أنه 3 أو 4 أشهر الأولى كان فيه تجارب من ناحية بث الاتصالات والبث الإذاعي والتلفزي كذلك. في تقريبا في منتصف سنة شهر جوان جويليا كان بداية الاستغلال كذلك على مستوى يعني صغير لتأكد من أنه ما كان حتى اختلالات في الاستعمال المتواصل للساتل. وفي شهر نوفمبر كان انطلاق الاستغلال الفعلي في البث التلفزيوني والإذاعي وكذلك استغلاله في الاتصالات، واليوم بعض المراكز الصحية في جنوب الجزائر موصلة فعلا في انتظار تعميم التوصيل كل مدارس وكل مؤسسات التربوية والصحية في الوطن بألكومسات 1. ونظن أنه ربما هذا هو أهم إنجاز وأهم استغلال لهذا الساتل، بما أنه سيسهل على المواطنين في مجال الصحة وفي مجال التربية نتيجة لعمل 100% جزائري. تتواصل لليوم الثاني على التوالي أشغال الندوة الوطنية حول مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين، وذلك بمداخلات قدمها ممثلون عن المجلس الدستوري ومجلس الدولة والمحكمة العليا. كما تخللت المناقشات عرضا لبعض التجارب الأجنبية لإثراء ودراسة الشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين. في التعاون العربي يشارك اليوم وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار في فعالية مؤتمر الإسكان العربي 5 بالعاصمة البحرينية المنامة، والذي يكون متبوعا بالدورة 35 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب. كما يشارك وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان غدا في أشغال الاجتماع 9 لوزراء النقل لدول غرب البحر الأبيض المتوسط 5+5 الذي سيعقد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط. وستتم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد خطة عمل لتقوية التعاون بين البلدان الأعضاء في مجال النقل. وقع اليوم مدير المركز الإفريقي للدراسات والبحث في مجال الإرهاب لاري لارتي كيفيبيلو ورئيس الهيئة الجهوية لمكافحة الإرهاب لمنظمة التعاون لشنغهاي، وقع على مذكرة تفاهم للتنسيق حول مكافحة الإرهاب بتبادل المعلومات والدراسات المتعلقة بالظاهرة وسبل مواجهتها.
استدنا اليوم مقر المركزية النقابية لقاء وطنيا حضرته الفيدراليات الوطنية لمختلف القطاعات المهنية والاتحادات الولائية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين وإطارات نقابية جاءت من مختلف ولايات الوطن. اللقاء كان سانحة للتمعن في الدروس والعبر المستخلصة من مظاهرات 11 من ديسمبر ودعوة الطبقة الشغيلة لتشكيل جبهة شعبية متينة لرفع مختلف الرهانات. وفي المناسبة أبرز المشاركون دور هذه المنظمة النقابية برئاسة أمينها العام عبد المجيد سيدي سعيد في الدفاع عن حقوق العمال لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. تنمويا وعلى ارتفاع 550 مترا من على مستوى سطح البحر تقع بالحمدانية في ولاية المدية، تقع منطقة جبلية تزخر بغابات وإمكانيات طبيعية تؤهلها أن تكون منطقة فلاحية منتجة. تفاصيل مع إمام بوثل جطار. دعما لتنمية المناطق الجبلية تعزز مديرية الغابات بولاية المدية تواجد الفلاحين بهذه المناطق الصعبة. أنا متواجدين في منطقة قلزي بلدية الحمدانية الذي استفادت من مشروع التنمية الريفية المندمجة لسنة 2010. الأشغال المنجزة في المكان هذا 2 سهريج بسعة 100 متر مكعب و2 منابع مائية بسعة 40 متر مكعب والحرث العميق والمزدوج 20 هكتار، واستفادت من غرس الأشجار المثمرة الزيتون على مساحة 12.5 هكتار. الزيتون هذا غرسنا غير كما عندوش عامين وثلاثة، راه تشوف يعني بدون ما نسقيوه وراه جاب غلة ما شاء الله. غرس الأشجار المثمرة بمختلف أنواعها وتشجيع الساكنة على ممارسة الفلاحة وشق المسالك الوعرة مشاريع أضفت حركية على المناطق المعزولة. أرض هذه تاعنا غارسين فيها أشجار مثمرة وكاين حوالي قطار ونص برتقال، كاين شويه كارز هوليك او بالبالكون او من تحت كاين، وكاين حاجه واحده اخرى زدناها لمسنا هي قضيه التكوين، انه الانسان ما يقدرش يتحصل على صناديق النحل قبل ما يجوز على مرحله التكوين باش يعني نضمنوا باللي هذا النشاط يكون ناجح وما يخسرش الفلاح. برامج طموحة للتنمية الذاتية بالمناطق الجبلية سعيا نحو اقتصاد بديل بإنتاج فلاحي وفير واستقرار للسكان في الجبال. أكد اليوم عمر بوغروة مدير المركزي للتزود بالمياه الشروب بوزارة الموارد المائية خلال نزوله ضيفا على أخبار الظهيرة، أكد أن السياسة المنتهجة من طرف الدولة بخصوص محطات تحلية مياه البحر والتي أعطت نتائج مهمة في تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب مستمرة وستوفي نتائجها. نلبيو 17% من حاجية المواطنين تأتي من تحلية مياه البحر. نعم. وفي الآفاق يعني باستكمال البرنامج اللي راه فيه 4 محطات يعني مبرمجة والآن يعني مشات المناقصات من سنة 2020-2022 نوصل إلى 25%، يعني نعم. الربع من الحاجيات، يعني 25% من الحاجيات هي راح سوف تكون يعني مضمونة من مياه تحلية مياه البحر. أكد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات أوقفت أمس مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بتبسة أوقفوا 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة وحماية الحدود أوقفت مفارز مشتركة للجيش إثر عمليات متفرقة بكل من جانت وتمنرست وبرج باج مختار 36 منقبا عن الذهب، وحجزوا 7 مركبات رباعية الدفع ولوحة لتوليد الطاقة الشمسية وأكياسا من خليط الحجارة وخام الذهب ومعدات للتنقيب عن الذهب، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني أزيد من 5 كيلوغرامات من الكيف المعالج كانت بحوزة 3 تجار مخدرات بالطرف. من جهة أخرى فكك عناصر الدرك الوطني بعين تيموشنت شبكة إجرامية مكونة من 6 أشخاص مختصة في تنظيم عمليات هجرة غير شرعية، في حين أحبط حراس والسواحل محاولات هجرة غير شرعية ل17 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بوهران. نظمت اليوم المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بابن عكنون ندوة حول حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، حيث تطرق المتدخلون إلى تاريخ القضية الصحراوية والقرارات الأممية مؤكدين أن الحل هو تقرير المصير في إطار الشرعية الدولية.
دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات استباحة قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية ومقر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية واستهدافها لموظفي الوكالة بقنابل الغاز المسيل للدموع وعبثها بوسائل العمل والذي يعتبر حسب الوزارة حلقة من حلقات الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني بشكل خاص. في جديد الأزمة الاجتماعية الفرنسية تلويح بمواصلة الاحتجاجات مع بداية الأسبوع المقبل على الرغم من خطاب التهدئة الذي ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأعلن فيه عن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز القدرة الشرائية للفرنسيين. المزيد من التفاصيل مع فهد يحيى. حمل خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سلسلة من الإجراءات جاءت ردا على مطالب المحتجين الفرنسيين، لكن السؤال المطروح هل هذه التدابير ستحقق الغرض المرجو لإخماد نار الاحتجاجات التي أشعلت فرنسا منذ أزيد من 3 أسابيع؟ من بين الإجراءات المهمة التي أعلنها ماكرون إلغاء الضريبة عن الساعات الإضافية في محاولة لرفع القدرة الشرائية لدى الفرنسيين وإلغاء الزيادة الأخيرة على ضرائب التأمين الاجتماعي لمعاشات المتقاعدين الذين يتقاضون أقل من 2000 يورو. تلك الإجراءات قابلها الشارع الفرنسي بتحفظ شديد مبديا عزمه على مواصلة الاحتجاجات. لم نفهم شيئا من خطاب الرئيس، إذا اعتقد أن 100 يورو تكفي لرفع القدرة الشرائية فهو مخطئ. 100 يورو تصرف في التكاليف، كم يبقى منها؟ لا شيء، إذن فهي لا تكفي. خطاب الرئيس لم يكن مقنعا، وأخشى أن يتوقف الفرنسيون عن الاحتجاج. يجب أن نواصل المعركة، فهذا ضروري. أما بالنسبة للأطراف السياسية فقد عرفت انقسامات في توجهاتها بشأن تدابير ماكرون التي تراها غير كافية لتجاوز الأزمة. عودة إلى أخبار الوطن، حيث استرجع متحف سيدي بالعباس 5000 وثيقة تخص شهادات لمعارك ومجاهدين استنطقهم الاستعمار، وأيضا من شواهد بشاعة الاستعمار معركة ميطر بعين سبع ومعاناه أهالي المجاهدين. روبورتاج في الموضوع مع قدر جوابي. صور لمجاهدين وشهداء وأغراض متعددة استعملها الثوار لتكون شاهدا على أحداث الثورة المجيدة بمختلف مناطق سيدي بالعباس، وفي الأفق وثائق أخرى ستضاف لأرشيف المتحف. تتمثل في 5000 وثيقة تتعلق في معظمها بأحداث كتبها البوليس الفرنسي، الجندرمة الفرنسية، الإدارة الفرنسية، خاصة فيما يتعلق بأحداث تخص الثورة، شهادات لعسكر لمجاهدين أيضا. ومن الأحداث التي يؤرخ لها معركة ميطر ببلدية واد سبع التي جرت وقائعها بمنزل ناصر الشيخ 57، كبدت العدو 6 جنود قتلى. بعدها كان الرد قاسيا، حيث تم نسف المنزل وتهجير عائلة ناصري التي لا يزال يستذكر معاناتها الأبناء. ما الله يرحمها، تهدم علينا الخيمة، هذه الخويمة تهدمها فوقنا ونقعدوا تحتها لابدين، هذه نتاع حلفة، والحلفة تبان غير كي الحلفة، كيف هكي الحلفة. وما الله يرحمها قطعت منها ودارت على راسها باش الطيارة ما تعرفهاش مرة. أيوم بعد قعدنا من دار لدار من دار لدار من دار لدار وهم هاربين، واحد يقبلنا واحد يطردنا واحد منا. جاء ذا الحاج بوعمامة الله يرحمه قال لها يا مرا يا مرا سمعي منه ويزقي كما هكذا وكيف منا نموت انا وياك. قال لها حرقوني انا وياك، يحرقوا باغين يحرقوكم يحرقوني انا وياكم. هما كانوا يقولوا كي تقضبوهم حرقوهم ما تجيبوهمش. رغم الغبينه اللي غبناها واللي راكم سمعتوها، ولكن كل شيء اصبح يعني تاريخ، تاريخ نعتز به ونفتخر. هو جانب من معارك عدة انتصرت فيها إرادة الشعب على جبروت الاستعمار. هذا الآن تذكير بعناوين النشرة. وزير الداخلية يبرز جهود الجزائر في مواجهة الأعداد الكبيرة للمهاجرين غير الشرعيين وتدابير المتخذة مع دول المصدر لاحتواء الظاهرة في المؤتمر الدولي للهجرة بمراكش.
دور البرلمان في ترقية حقوق الإنسان وحمايتها محور أشغال يوم دراسي بالمجلس الشعبي الوطني. في الذكرى 58 لمظاهرات 11 من ديسمبر، وقفات عند إحدى المحطات الحاسمة في الحركة النضالية والكفاح المسلح، ومظاهر للترحم والعرفان. للتواصل معنا عناويننا الإلكترونية في الخدمة. إلى اللقاء.